ومعنا عبر الهاتف من الطفيلة مدير صحة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدي. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. ما هي الأسباب التي دعت لعدم تفعيل عيادة صحية في منطقة البربيطة؟ أول شيء صباح الخير لكم جميعا، وصباح الخير لمشاهدي قناة المملكة العزيزة على قلوبنا. صحيح أنه هو ليس مركز صحي في منطقة البربيطة، ولكنها عيادة صحية. بس تعريف عن المنطقة، منطقة البربيطة هي عبارة عن منطقة يوجد فيها حمامات معدنية، وبالقرب منها تقع حمامات عفرة المعدنية. وهذه المنطقة كانت عدة فترات متقطعة تخضع للصيانة. احنا العيادة موجودة منذ أكثر من 15 سنة، موجودة في هذه المنطقة، ويعمل فيها ممرض، وكانت تغطى من قبل طبيب يومين في الأسبوع. لكن احنا بفترة جائحة كورونا من سنة ونص تقريبا، طبعا هاي العيادة كانت تخدم هناك مدرسة وقطاع السياحة اللي في المنطقة، السياح اللي يعني بزوروا منطقة البربيطة وحمامات عفرة. فلذلك خلال هذه الجائحة يعني صار عندنا نقص بالتمريض لإخضاعهم إلى فرق التقصي الوبائي. فالعيادة هي حتى قبل الجائحة يعني عدد المرضى اللي بيرتادوا العيادة شهريا في بعض الأشهر لا يتجاوز الصفر، وأكثر شهر كان يعني عدد المرضى اللي بيرجعوا للعيادة يعني 5 مرضى. لكن فترة اللي هي الجائحة، وهذا لا يعني أنه إحنا نسكر العيادة، هي العيادة هي فقط في فترة جائحة كورونا. إحنا من فترة أسبوعين والحمد لله قمنا بإعادة ترتيب هذه العيادة، وإن شاء الله سيتم المباشرة في العمل بهذه العيادة مطلع الأسبوع القادم. إذن دكتور، يعني مطلع الأسبوع القادم سيتم تأهيل هذه العيادة ل يعني تقدم جميع الخدمات الطبية لسكان هذه المنطقة؟ نعم، تم زيارة هذه العيادة الأسبوع الماضي، وتم إعادة ترتيبها وتنظيفها، ويبقى تزويد هذه العيادة بالخدمات المطلوبة من الإسعافات الأولية وبعض الأدوية التي يحتاجها رواد هذه العيادة إن شاء الله. وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيتم العمل بهذه العيادة. نعم. طب خلال الفترة الماضية، يعني خلال جائحة كورونا والتي ما زالت مستمرة، عم نتحدث عن سنتين، كيف كان سكان هذه المنطقة يخضعون للعلاجات الصحية؟ سكان المنطقة هذول اللي إذا بتشوفي هي وهم عبارة عن بيوت، وهم يعني غير ثابتين في هذه المنطقة، يعني نعم. حسب الظروف المناخية ينتقلون من موقع إلى آخر. إحنا العيادة أكثر إشي كانت يعني موجودة لخدمة المدرسة وقطاع السياحة، والأفراد الموجودين في هذه البيوت لما يكونوا موجودين في هذه المنطقة، أيضا إذا حدا منهم بزور العيادة واحتاج أي شيء كان تقدم له الخدمة. لكن زي ما حكيت لك صار الإغلاقات، وإغلاقات حتى الطرق، وصار عندنا الحجر، وعرفت إيش الظروف اللي مرينا فيها. لكن دكتور، لهذه الأسباب تحديدا كان يجب الاهتمام أكثر بتفعيل هذه العيادة، هي عيادة وحيدة تخدم هذه المنطقة. أنا دكتور، أنا حكيت في البداية إنه هذه العيادة لكن دكتور، من المسؤول؟ أنتم مديرية صحة الطفيلة، أي دور قمتم به في الفترة الماضية حين لم يكن هنالك من يخدم هذه المنطقة صحيا؟ هذه زي ما حكيت اللي في بداية التقرير، العيادة يعني لا يتجاوز عدد المرتادين إلها يعني معظم الأشهر صفر، واحد صفر، يعني ما كان في هناك يعني في الفتره. هم سكان المنطقه بيجوا لانها منطقه دافيه، بيجوا في الشتاء على المنطقه هاي، واحنا في الفترات الماضيه اللي كانوا بحاجه الى ادويه مزمنه كنا نوصلها لهم للبيوتهم. نعم. كانت الخدمات مقدمه من قبل الكادر الصحي اللي كانوا معهم تصاريح انهم يوصلوا هذه الادويه الى اصحابها
خاصة الأدوية المزمنة إلى مناطقهم أينما كان. ولكن خلال فترة كورونا يعني أعتقد أنه كان هناك حاجة كبيرة لأن تكون هذه العيادة موجودة وتقدم الخدمات، لأنه ممكن أي شخص من الأشخاص القاطنين بهذه المنطقة ينصاب بكورونا ويكون محتاج لرعاية صحية. بدي أسألك أيضا بموضوع المطاعيم، هل تم تقديم مطاعيم في هذه العيادة؟ وإذا كان الجواب لا، هل سيتم مستقبلا خلال الأسبوع المقبل بعد إعادة افتتاحها وتأهيلها لإعادة الخدمة؟ هذه العيادة لا تقدم المطاعيم حتى قبل الجائحة، ولا تقدم المطاعم. احنا عندنا فريق وطني جوال يزور هذه المنطقة وببرنامج شهري يتابع الأطفال في هذه المنطقة والمتخلفين عن الجرعة اللي حسب البرنامج الوطني للتطعيم، ويتم تطعيمهم والمناداة عليهم بالسماعات، ويعني يوصلوهم إلى أماكن سكنة. شكرا. وتقدم من المطاعم. نعم، شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف من الطفيلة مدير صحة الطفيلة الدكتور خالد الخوالدي، شكرا جزيلا لك.